الله يسعد لي كل أوقاتكم شباب متابعين قناتي عالم العملات الرقمية. شباب اليوم بهذا الفيديو في عالم كتير طلبت مني لنتعلم تفعيل الستوب لوز. الطريقة كتير سهلة، انضموا لنا لقناة التليجرام، عنا محللين لوضع الصفقات بدقة، نسبة الربح 90%. شباب التفعيل الستوب لوز بهالوقت كتير ضروري لنتأكد من اتجاه السوق ونتجنب الخسارة. الستوب لوز او وقف الخسارة، يعني اصدقائي مثال، اذا انت اشتريت عملة على سعر معين وارتفعت هاي العملة وانت ربحت فيها، وبعدين انت حسيت السعر بلش ينزل، كيف نحن بنحط هون ستوب لوز وبنحجز على ارباحنا؟ يعني صديقي انت بدك تبيع بسعر معين قبل ما تهبط العملة وتطالع رأس مالك وشوية ربح. مثال شباب، مثل عملة الليسك، يعني انا فرضا شاريها على 3 دولار، وهلا حاليا سعرها 33 سنت، بلش يهبط السوق، انا بدي اطلع برأس مالي وربح شوي بسيط. انا اول شي بحط هون سيل، بعدين بحط ستوب ليميت، بنختار باول خانة بنحط السعر. المقصد شباب انه بهذا السعر بيتفعل عنده الستوب لوز. مثال 23 سنت، طبعا هو بيكون اقل من السعر الحالي. انا هون بمعنى بقول له للبرنامج اذا بدي يهبط ل 23 سنت استعد للبيع، وبالخانة تحت بعطيه امر للبيع. طبعا الخانة التانية بتكون اقل من سعر الخانة الاولى بشيء بسيط. يعني اصدقائي بهذا المجال ما بين السعرين استعد للبيع وبيع بهذا السعر، والخانة الثالثة الكمية اللي انا بدي ابيعه. مثال كل اللي عندي او النصف، الموضوع جدا سهل، وبعطيه امر التفعيل وبينزل عندي هون الامر تحت. يعني الخانة الاولى بتكون اقل من السعر العملة الحالي، والخانة الثانية بتكون اقل من سعر الخانة الاولى بشيء بسيط، والخانة الثالثة بتكون الكمية اللي انا بدي ابيعه. انت كمضارب ضروري تفعل الستوب لوز، اما اذا كنت مستثمر الموضوع ما بيهم كثير. وهيك اصدقائي يكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو. إذا كنت حابب تنضم لنا على قناة التليجرام لتضاعف محفظتك، رابط القناة بأسفل الفيديو. لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لايك ليصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية. وإلى اللقاء أصدقائي بفيديو آخر.